متصل. دكتور خلف تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ حياك الله عيني، الله يبارك فيك. دكتور انا سيد الدكتور خلف ليس بني وياك، اتمنى يعني صوتي يوصل لك صوت الاخوين. عندنا بيت امبارح. بيت؟ بيت امبارح. بني. واخوي الكبير قال اخذ نصف حصتك. ياخذ نصف نصف حصتك لو حصة الجميع كلهم؟ لا لا نصف حصتي خذها. ايه. انا كان عندي مريض داين لي 50 مليون، خذها 50 مليون 20 مليون. بلي خذ من عندي 20 مليون، يعني هو داعي لي 50 مليون وخذ 20 مليون. زين. وخذ نصف حقي 70 مليون، يعني خذ من عندي 90 مليون. 90 مليون. فأنا ما قبلت. بلي. يعني هذا أنا نبدأ إذا حقي قليل، إذا قلت له أعطيك بالمعقول، قال لا خذت منك 70 مليون. فأنا رفضت الموضوع. قال هذا تريد تريد، ما ما تريد هذا يعني أنا تنازلت عن ضبط الله وقعت علاقتي بي صار لي 7 سنوات. عفوا دكتور لو سمحت، انت اخوك يعني اخذ منك الحق شلون؟ يعني هي البيت باسم الوالد او اكو قسام شرعي؟ نعم باسم الوالد. اعرف اكو قسام شرعي ما اكو قسام شرعي، شلون واحد يستولي على حق؟ انا صار عندي مريض، سافرت بالمريض، اجيت بايع البيت وصاير فلوس وجاي وجه بي. زين والقسام الشرعي شنو ما موجود ما محدد؟ ابدا. انا بعد يعني دكتور سيدنا بالخارج يعني عندي مريض بخت كلياته ورحت وجايت من عنده فلوس وجيت لقيت البيت مديون ووزع الولد قال لي انا خذيت نص حصتك والنص موجود تريد فيه ما بيني ربك يا البنك. انا ما وافقت سويت تنازل وقطعت علاقتي بيه بس قلت له بعد ما اريد لك الذمه لا انت ولا زعلان. فانت تقول انا تنازلت عن حقي وزعلت وياه هذا؟ اي لان ما رجع لي حقي. وهذا طريقه يعني تشوفها صحيحه انه انت تتنازل عن حقك وتقطع علاقتك به؟ ما اقدر اواجهه انا يعني معروف يعني كاستاذ جامعه لا اقدر اواجهه بالمحاكم ولا اقدر اواجهه عشائرا ولا اقدر شو اسمه. زين ما كان يمكن ان ما تتنازل عن حقك يعني قانونيا؟ انا ما تنازلت حقي ابدا، قلت له تريد حقك قليل انطيك يعني 10 20 30 بس مو تاخذ المال كله. فتعترفت له بالمحكمه يعني بالحصه؟ لا هو البيت انباع يعني الوالده على امر الوالده موجوده انباع البيت وصار عنده فلوس المبلغ كله لانه هو وشعه. انا اشكرك يا دكتور خلف، ان شاء الله اعلق على كلامك ان شاء الله تعالى بخدمتكم. حياك. دكتور خلف يقول انا على حال بيت الوالد اخوي الاكبر باعه بدون علمي وبعدين اخذ نص حصتي من البيت، يعني اخذ نص حصتي من الارث وظلمني بحقي كله وتسعين مليون اخذ من عندي وانا اعترفت له وقطعت وياه صلة هو واولاده واولادي. انا اقول للدكتور خلاف حبيبي دكتور الاموال والحقوق يمكن الانسان ان لو يقبل بيها لو ما يقبل، تقول اخويا استولى على حصتي زين، وتقول انا عيب علي استاذ جامعي اروح اشتكي على اخوي واجرجره في المحكمه شويه زحمه زين. اكو اشياء في الواقع قد الانسان ماذا قد الانسان شويه يتحرج منها، ولكن اكو قضايا هي داخليه. يعني شنو داخليه؟ قل لاخوك انا ما راضي عليك الى يوم القيامه، خلص انا ما راضي عليك اليوم. مو تقول لا انا يلا هذا اخذها ما يخالف. شنو ما يخالف؟ لما تترضى تقول له ما يخالف، الرضا الرضا يعني انت قبلت. بس لما تقول لا انا ساوقفك يوم القيامه وهذا حقي لا ارضى عنه ولا اتنازل عنه الى يوم القيامه، هذا اخوك لما يخلي راسه على الوساده، اخوك لما ينام ما ينام راحه، ما ينام براحه، يظل قلق، يظل وجدانه ما يخليه. وهذا الطريقه كانت صحيحه. اما تقول له يلا انا اخذ الفلوس وانا من يعترف لك بيها بس لا تطب لي ولا، هذا ليس صحيحا. الامور التي يمكن الانسان ان يحلها بطريقه انسب وافضل وهي انه يبقى ذمته مشغوله، ولكن على اي حال
أولاده، وليش أولاده؟ شنو مشكلتهم أولاده؟ أولاده أولاد أخوان عمهم، وأولادك أولاد عمهم، قطع الرحم بهذا الشكل ليس بصحيح. نعم، متصل ميثم تفضل. أسمعك. تفضل يا ميثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مولاي؟ الله يعزك. بارك الله بكم. أنا ابن ريف وعندي سؤال بروح يرحم والديك. أنت ابن العراق العزيز، تفضل حبيبي. الله يحفظك. وأنا صغير عمامي كلفوني تكرم أجلك الله عن هاي أشيل بنات الكلاب أذنين بالمي. بلي بلي. أي وهذا أدي تشوف شنو الحكم الأهلية، شنو أسوي هسه؟ وانت صغير ترمي يعني فراخ الكلاب ترميهم بالماء يموتوا؟ اي واضح منهم. واضح واضح يا اخي ميثم، الله يعطيك العافيه، حياك الله. ميثم يقول انا صغير واعمامي كانوا يكلفوني ان ارمي فراخ الكلاب اللي يسموها جراوه، فراخ الكلاب ارميها بالماء حتى تموت، شنو اللي اسوي؟ على حال انت طفل وانت على حال صغير، حتى لو كنت كبير ما في ما عليك اشكال ان شاء الله تعالى، بس هاي القساوه، هاي القساوه ما كانت صحيحه ان يربوك عليها اعمامك. اعمامك اجرموا بحقك. الاعمام لازم يربون اولادهم، اولاد اخوانهم يربوهم على الرحمه، على الرحمه، على الشفقه. أما هالشكل قاسي قلب الإنسان، يرمي حيوان مسكين ما يقدر يكمش نفسه ويختنق ويموت، هذه آثارها، آثارها على قلوبنا وعلى تربيتنا أثر كبير جدا. الله إن شاء الله يهدينا ويهديكم جميعا. ما عليك شيء يا أخي الآن، لا صدقة تطي ولا كفارة، وإنما استغفر الله.